هوية بريس. والله هو رؤية المركز ان احنا نسعى الى عالم ليس فيه الحد، وطبعا اكثر الكتب المغربين يعني بيجوا عليها كتاب الحد للمبتدئين، كتب دكتور هشام عزمي، كتب دكتور رضا زدان، الاخلاق العصبية ونقد الاخلاق التطورية ونحو منهج وصف للعلم، نقد لنظرية التطور، كتاب شك دارون بيعلن عن التصميم الذكي، وأيقونات التطور العلم الزومبي. فنسعى إن شاء الله إلى العام القادم إلى إصدارات جديدة للجمهور المغربي إن شاء الله في هنا، ويا ربنا ييسر الحال. شكرا جزيلا.